الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده، نستعينه، نستهديه، نستغفره، نسترشده، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله، خير نبي اجتباه، هدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم وإياي على طاعته، واستفتح بالذي هو خير. تقدموا أيها الإخوة الكرام وتفسحوا يفسح الله لكم. أيها الإخوة الأكارم، شهر رمضان شهر الخيرات والبركات والكف عن المحرمات، فرض الله صيامه على المسلمين، وعلل الصيام بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. من التقوى حفظ الأبصار عن رؤية الحرام، وحفظ الأسماع عن سماعه، ومعصية النظر تكاد تكون المعصية الأكثر وقوعا في هذا الزمان من بين المعاصي كلها. إن الله تعالى قد فتح للبشرية وسائل الاتصال، وهيأ لهم غزو الفضاء بالأقمار الصناعية التي كانت فتحا عظيما في البث المباشر من أي مكان في الأرض، فهبطت مئات القنوات من الفضاء على بيوت الناس، وصار كل شيء يعرض فيها ولا يمكن الرقابة عليها. ولأن النظام العالمي إلحادي التأصيل، شهواني الغاية، صار ما يعرض في الفضاء ويصل إلى بيوت الناس مرتكزاً على الترفيه بالحلال وبالحرام، فأكثره بحر مظلم كبير فيه شر، وخيره قطرات في ذلك البحر المنتن. أيها الإخوة الكرام، العاكفون على الشاشات لا تكاد تمر عليهم لحظة لا يقعون فيها في معصية النظر إلى ما حرم الله، لأن القنوات ممتلئة بذلك في البرامج الجادة والهازلة، في الدعاية وفي الإعلانات وفي المسلسلات، حتى أخبار المذابح والمجازر تلقيها على المشاهدين امرأة سافرة في أبهى حلة
ومنتهى الزينة. ألف الناس النظر إلى الحرام، صار جزءاً من عيشهم، فاق في كثرته طعامهم وشرابهم ونافس هواءهم. ثم جاءت الشبكة العنكبوتية فعُرضت فيها ملايين المقاطع والصور، وأتيحت لكل أحد في جهازه الخاص، فعظمت معصية النظر المحرم واتسعت، لأن ما لا يجده المرء في الفضائيات صار يجده في جهازه الخاص، وما يستحي أن ينظر إليه أمام الناس صار يبصره لوحده. ثم جاءت الهواتف الذكية فاتسعت معصية النظر إلى الحرام اتساعا عظيما، حتى دخلت مع الناس إلى دور العلم والمعرفة، ودخلت إلى أماكن التبتل والعبادة، لأنه يحمله في جيبه، تأتيه المقاطع في كل وقت حتى في المسجد. إن من يحاول أن يحصي كم يقع الواحد من الناس في معصية النظر إلى الحرام في اليوم الواحد ليغبط من ابتلوا بفقد أبصارهم، لأن هؤلاء عصموا من هذا البلاء، هذا بلاء عم وطم، لم يترك أحداً إلا وقع فيه. حتى قارئ القرآن يجلس ما يجاوز آيات معدودات، يقرأ سطر سطرين، آية آيتين، إلا ويخرج جهازه من جيبه بسبب رسالة جاءته، فيترك كتاب الله عز وجل ويقبل على النظر فيما جاءه، وأغلبه فيه معصية، ومصحفه بين يديه، مصحفه بين يديه، وينظر إلى جهازه إلى صورة أو مقطع. أيها الإخوة الكرام، إن الله تعالى حين امتن على العبد بنعمة الإبصار، أنك تبصر، هذه نعمة، طلبه بالشكر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، وفي آية وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. إن كثيرا من الناس يشتكون قسوة قلوبهم وهم في رمضان، يشتكون شرودهم في صلاتهم، يشتكون فقد حلاوة قراءة القرآن، يشتكون ذهاب لذة الخشوع من قلوبهم، وإن لمعصية النظر أثراً كبيراً على القلب، فقد خربت القلوب بإدمان النظر إلى المحرمات، إدمان. يشاهد الواحد صورة امرأة أو مقطعاً تمثيلياً أو خلاعياً فيعلق بذهنه، وينزل أثره على قلبه، فيصدأ القلب من كثرة ما يهبط عليه من أقذار البصر التي يشاهدها، فما عاد للقرآن من لذة. ولو صليت خلف من صليت ولو جزءا، فما للصلاة من خشوع. أيها الإخوة الكرام، نحن في أول هذا الشهر الكريم، ومعصية النظر إلى المحرمات
تحيط بنا من كل جانب. بيوتنا مليئة بها، هي في غرفنا، هي في جيوبنا، لا تفارقنا. فهل نعلن انتصارنا على النظر إلى المحرمات ونوجد الوسائل الحافظة لأبصارنا لتصح القلوب وتستقيم الأحوال حتى نجد لذة العبادة؟ نحن في أول رمضان، عبادة ما فيها لذة. إذا كان الإنسان يأكل طعام ولا يستلذ به فما فائدة الطعام؟ عبادة لا لذة فيها. نريد أن نجد حلاوة مناجاة ربنا. إن الله تعالى قد أمرنا بغض البصر في رمضان وغيره، فقال: قل يا محمد، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي آية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإذا كان هذا في عموم الحياة فما بالك في رمضان؟ إن الاستهانة بالنظر إلى امرأة سافرة في نشرة إخبارية، لأن أكثرنا الحمد لله مؤمنون، لا يخوضون مع الخائضين في النظر إلى ما حرم. أقول لك في نشرة إخبارية أو في مقطع فكاهي، ونحن في رمضان، وما أكثر الفكاهة في رمضان، هذا فيه مخالفة للأمر الرباني، فكيف بمن هو شر من ذلك؟ فكيف بمريض ينظر إلى أغان مصورة خليعة وضيعة؟ كيف بمن يشاهد مسلسلات رقيعة؟ أيها الإخوة الكرام، إن قلوبنا محتاجة إلى إصلاح خللها وتليين قسوتها وتطهيرها مما علق بها. وأنسب ميعاد لذلك هي أيام رمضان، حيث القرآن، حيث الصلاة، حيث الإقبال على الله. فلنعمر قلوبنا بحب الله ومحبة ما يحبه وكراهية ما يبغضه. يقول الحسن البصري: غض البصر عن محارم الله يورث حب الله. أيها الإخوة الكرام، من أراد صلاح قلبه، وكلنا نريد صلاح القلوب، أنا أقول لكم بكل صراحة، قلوبنا قاسية، قلوبنا قاسية. كان أحدهم يسمع آية يبكي، يسمع حديث يبكي، يسمع موعظة يبكي. الآن لو تسمعه ختمة من أولها إلى آخرها يظل يبتسم في وجهك. يدخل القرآن منها هنا ويخرج منها هنا، يدخل الوعظ منها هنا ويخرج منها هنا، لا يمر على القلب. من أراد صلاح قلبه فليجتنب المحرمات. خذ قرار لا للنظر، غض بصرك واحفظ سمعك. ولو مكثت في المسجد ساعات، قبل 1500 سنة الصحابي الجليل أبو هريرة، كان هو ومن معه إذا صاموا قعدوا في المسجد، قالوا: نطهر صيامنا، لا نريد أن نذهب إلى البيوت وتأتي الذنوب. ما كان عندهم لا فضائيات ولا نظار ولا محرمات، يجلسون في المسجد. الآن المسجد ليس فيه نت، لماذا يجلس في المسجد؟ لماذا يقرأ قرآن؟ لماذا يذكر الله؟
الناس ضاقت في الأسبوع الماضي من قطع الكهرباء. قال لي أخ: يا أخي ما عاد شاهدنا التلفزيون، هذا هو همك؟ ماذا في التلفاز؟ ذكر لله، كما قلت بحر كله شر، ليس فيه إلا قطرات من الخير. الصوم جنة، جنة أي وقاية، يستجن به الصائم من الوقوع في الإثم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. والنظر حال الصيام إلى المحرمات، الذي ينظر إلى المحرمات في رمضان، فهذا رجل إنما يجهل ويرفث ولا يعرف حقيقة الصيام. إن الذين يرتكبون آثام النظر في رمضان ما عرفوا حقيقة الصيام ولا حقيقة التقوى. رمضان فرصة للتقوى، لأن تقلع، لا لأن تمكث، لا لأن تنزل إلى الحضيض، فرصة لأن تراجع نفسك وتتقي الله. أيها الإخوة الكرام، المؤمن مأمور باجتناب قول الزور، والنظر كله زور، هذه الشاشات كلها زور. أي حقيقة نأخذها إذا كانت تطمس على قلوبنا وتمنعنا من لذة القرب من ربنا؟ أيها الإخوة الكرام، آباؤنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا كانوا أكثر صلاحاً لأنهم لم يكونوا يخوضوا مع الخائضين، ولم تأتيهم هذه البلايا والمصائب التي تطمس على القلوب. الأب في البيت هو الضابط، هو الحامي لأسرته من الوقوع في الآثام. وكنت ذكرت لكم في خطبة من شهور نصيحة: هذا الراوتر يجب أن يكون بمتناول يديك، لأن الإنترنت هو أعظم إثماً من التلفاز. ربما التلفاز فيه شيء من الرقابة، أما الإنترنت ليس فيه شيء من الرقابة. هذا إنما تعطيه أمر بأن يشتغل في ساعة، لأنك لا تستطيع أن تسيطر على كل أحوال الأسرة. قلن الكل ساعة، بعد ساعة فيه، أما أن تنام والراوتر شغال والشباب جالسين الساعة 2، الساعة 3، يا عيني! أي سحر هذا؟ أي رمضان هذا؟ أي قيام هذا؟ تشاهد شاب في 17 من عمره، في 16 من عمره، فتاة عمرها 16 عاماً تظن فيها الصلاح، وإذ هي ضائعة. والله أتتني رسالة من أم تشعر بالرسالة بأنها تبكي بدل الدموع دما، تشكو ابنتها أنها كانت صالحة مؤمنة تقية تدرس فتكون من الأوائل، أتى الإنترنت إلى البيت خلال 6 أشهر، كانت الأولى صارت في المؤخرة، كانت تصلي تركت الصلاة، كانت بحجاب تركت الحجاب، صارت في المؤخرة. السبب: بعد الاطلاع والدراسة والتمحيص، بعد أن فتحت كمبيوترها، حاسبها،
جهازها الغبي للذكي، وجدتها في المحيط، في قعر المحيط، مع الشباب ومع فتيات لا يعرفن الله. أيها الإخوة الكرام، نحن في رمضان، ورمضان مناسبة أن نعود إلى الله، وأن نضبط أنفسنا، وأن نضبط أولادنا، وإلا صدقوني سوف يمر زمان على هذه الأمة لا يعرفون من رمضان إلا الامتناع عن الطعام والشراب، لا يعرفون. بالأمس قلت هناك فرق بين رمضان وبين الصيام. الله عز وجل قال شهر رمضان، تعرف ما معنى رمضان؟ رمضان ترمض فيه الذنوب، رمضان مدرسة 30 يوم، يوم يأتي بعده يوم، يوم متكرر من أجل أن تبرمج نفسك على التقوى. كان الله عز وجل يستطيع أن تصوم 3 أيام من كل شهر، تصوم خلال السنة 30 أو 36 يوم وينتهي الموضوع، لا، شيء متكرر. عود نفسك على التقوى في هذه الأيام، وعود نفسك على غض البصر، واترك المسلسلات، افعل ما يفعله العقلاء، طلق هذه الأشياء، لا مناص منها أيها الإخوة الكرام، لا فائدة منها. نحن بحاجة إلى عمل، وبحاجة إلى ثقافة، ومن كان بحاجة إلى عمل وإلى ثقافة، إلى قراءة، إلى دراسة، لا يضيع وقته، لأنه من خاض في هذا المجال يظل الليل والنهار يعكف على الجهاز، صار الجهاز في الجيب كما قلت لكم، ولا ندري ما تكتبه الأيام، لا ندري ما تكتبه الأيام من الفتن. اللهم سلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم صن أعيننا عن الحرام، اللهم صن أعيننا عن الشبهات. اللهم اجعلنا في شهر رمضان ممن يسلك سبيل التقوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.